زي اللي بيحصل في صحيفة الأهرام. ملينا من الكلام بما يحدث في مؤسسة الأهرام. زملائنا بيقطعوا في هدومهم وبيصرخوا، مين يقف معانا؟ مين يحمي المؤسسة العريقة دي من الانهيار؟ وقلنا لكم يا سادة، صراع بين رئيس مجلس إدارة ورئيس التحرير. رئيس مجلس إدارة بيكتب اللي بمزاجه بعقلية الاشتراكيين الثوريين بتوعه، ما يهموش، يضرب علاقات مع دول عربية، يخبط الدنيا وبتاع. يا سيدي ما عندناش مشكلة، عايز تقول رأيك ابعد عن المؤسسة الرسمية، ما فيش مشكلة. أما وأنك تعبر عن مؤسسة قومية وأموال الدولة فعليك أن تراعي الأمن القومي. طبعا رئيس التحرير تدخل ومنع المقالات اللي بتصير أزمة للأهرام كلها، فكانت النتيجة أن رئيس مجلس إدارة وقف طباعة الأهرام في أحد الأيام لغاية الساعة 12 بالليل وخسر الأهرام. وتكررت نفس المشكلة، شال الراجل المسؤول عن صفحة السياحة، فرئيس التحرير ما عجبوش فجاب حد تاني، فالنتيجة أن الصفحة بدأت تقع وبدأنا نشوف شكل آخر من أشكال الصراع. وقس على ذلك كثيرا، إلى أن كان السيد رئيس مجلس إدارة اليومين اللي فاتوا في الصين، قطع زيارته وعاد. أول ما سعادته كان مفروض يدي 6 شهور حوافز لزملائنا في الأهرام، نص السنة وست شهور في آخر السنة، خلاهم 3 شهور. قالوا له ليه؟ قال لهم الدولة ما بتدينيش فلوس. وأنا بقولها لكم أهو، الدولة دفعت الأهرام في عامين 600 مليون جنيه، في عامين 600 مليون جنيه. خلي بالكم يا زملائنا، يا دولة يا مصرية، ال 600 مليون جنيه دول يبنوا مؤسسة صحفية من الألف إلى الياء. لما تدي أنت 600 مليون جنيه للأهرام، المؤسسة اللي مفروض تنجح والاقتصادياتها مفروض تنجحها، ويجي رئيس مجلس إدارة يقول الدولة ما تدينيش ومش هديكم غير 3 شهور، فتثور ويسور الغضب، ويجتمع أعضاء الجمعية العمومية مع السيد محمد فايز اللي هو المدير العام للمؤسسة، ويقولوا له احنا يوم الحد هننظم مظاهرة قدام الأهرام. فيجي السيد رئيس مجلس إدارة يقول لك الله، هم ازاي يقعدوا مع محمد فايز؟ فجاب محمد النجار اللي هو مدير الإعلانات اللي شاله من أيام قليلة، شاله ومشاه وقال له انت تروح بيتكم، هخليك بس حاجة مسؤول عن التخطيط الاستراتيجي للإعلانات. فجابه راح معينه النهارده نائب رئيس مجلس إدارة نكايف محمد فايز، وقال له انت لا تبقى لك السلطات كلها، احنا بنشتغل في طابونة. ايه يا جماعة احنا بنشتغل في طابونة؟ مؤسسة زي مؤسسة الأهرام تدار بهذه العقلية والدولة بتتفرج؟ فينك يا دولة؟ دي مؤسسة فيها 14,000 شخص، ده صوت مصر القومي، دي الصحيفة الأولى في مصر والعالم العربي، دي الأهرام اللي كانت نموذج. كل ده من مخلفات البلدعوية، خلوا بالكم بلاوي اللي احنا فيها دي. وعشان كده من حق زملائنا أن يثوروا وأن يغضبوا، لأنهم شافوا لعبة بتدار بشكل يعني تآمري، في ناس طابعها التآمر. لكن أين الدولة؟ قانون الصحافة قدمناه قلنا نغيره وبتاع، لك لا لا استنى شوية لما نشوف تحصل قانون الإعلام، رغم أنه اللي وقع القانون 324 نائب، أكثر من نص المجلس. خلاص أوكي، ورونا هتعملوا إيه، ورونا هتعملوا إيه. فين المجلس الأعلى للصحافة؟ فين؟ بيتفرج، ما هو قاعد خلاص، ده وضع قانوني ولا غيره. تخرب المؤسسات القومية بتاعت أبونا يا أخوانا. من سنة 2009 ل 2014 المؤسسات الصحفية القومية دي بتاعت الحكومة، المفروض مؤسسات قومية، في 5 سنين خدت 241 مليون جنيه. في سنتين بس، في سنتين 2015 2016 خدت 1,155,000,000. ده طبعا غير الفلوس التانية اللي بتروح للمجلس الأعلى ولا بتروح للنقابة ولا بدل التكنولوجيا، ده حاجة تانية. لما بتكلم على الفلوس اللي دخلت في جيوب المؤسسات الصحفية القومية،
155 مليون، ومع ذلك كل شوية الحقونا مؤسساتنا خربت مش قادرين ندي المرتبات. طيب ما تغير يا أخي، ما ترسخوا القانون. هو إيه خلاص أباطرة آلهة ما بتسمعوش أصوات الصحفيين؟ الصحفيين اتخنقوا. أنتوا بتضربوا مين؟ أنتوا بتضربوا الناس الوطنيين اللي قلبهم على مؤسساتهم. وعشان كده أنا بقول لكم لازم يبقى في قرارات. ما ينفعش يا جماعة حالة السيولة اللي احنا فيها، ما ينفعش محافظ يتصارع مع وزير، ما ينفعش يبقى في خلاف بين الأزهر وبين الأوقاف، ما ينفعش يبقى ده وضع مؤسساتنا الصحفية. وقس على ذلك، أنا مش عايز أتكلم كتير، أنا مش عايز أظلمها، أنا بحب التفاؤل، بس عايز أقول لكم اللي بيحصل ده ضد الدولة. وأصحاب الوصايا والاستشارات ونستنى وما نعملش هم دول اللي هيودونا في داهية. خلي بالك يا شعب مصر، احنا زي ما قال الرئيس قبل كده، عنصر الوقت مش في صالحنا.